كنت أنا باب سباح، رحت بدي أشوف أختي، أولاد أختي قالوا في قصف على باب دريب كرم الزيتون، رحت بدي أشوفها، لقيت اليوم الباب طلعوا ولا كنت أنا والبابا ونزلت القذيفة جبنا، أنا وأولاد أختي اثنين تصاوبنا بشظايا والبابا كسرت إيده وتصاوب براسه. الحمد لله سلام. الله يسلمك. I will like this.